اول حاجة خالص هي عدساتي من ميموتيك، عدسات مريم جورج. زي ما انتوا شايفينها الدرجة بتاعتها تحفة تحفة. الدرجة بتاعتها اسمها جولي ديفا جراي. بعد كده حطيت على شفايفي التنت الفظيع ده، هسيب لكم برضو هو منين. وحطيت البلامبر ده من عند تو فيزد، ده شوية بينفخ الشفايف. اول ما تحطوه كده هتحس ان هو بيحرق الشفايف شوية، بس مش الحرقان القوي يعني اللي هيبقى بيموت، وبينفخ الشفايف شوية. فده لما باجي احطه بركزه على الاماكن اللي انا عايزة انفخها في شفايفي، وبيفضل كده لحد ما بتيجي تحطي الليبستيك بيكون كبر الشفايف شوية واداها فوليوم. بعد كده هبدأ برسم الحواجب. بنات كتير طلبت مني رسم الحواجب خطوة خطوة، فانا هوريكم انا برسمها ازاي. اول حاجة خالص انا منظف حواجبي، بعد كده هستخدم الجل من عند انستازيا، اهو ده الشكل بتاعه. وباخد سبولي زي كده بتنيها شوية علشان اقدر اتحكم فيها، وببتدي امشط شعر الحاجب يمين وشمال وفوق وتحت، بملاه كله بالواكس. وبعد كده ببتدي اسرح الحواجب على فوق بالشكل ده. هتلاقوها في ثواني زي ما انتوا شايفين الفرق. الجل بتاع انستازيا انا بحبه للحواجب اللي مش تقيلة ومش خفيفة، زي حواجبي كده اللي هي وسط يعني حواجب عادية. وبفرد الواكس على كل الحاجب كده، وبعدين ضغطة بسيطة بايدي. بعد كده بقى تاخدي قطنة فيها ميك اب ريموفر وتبدأي تمسحي الزوايد اللي طلعت من الواكس حوالين الحاجب، علشان لما تيجي تشتغلي الفاونديشن ما يكونش فيه اي زوايد حوالين الحاجب يكلكع عندها الواكس او يطلع شكل مش مناسب. وحبة ميك اب ريموفر مش كتير. بعد كده هبتدي ارسم الحواجب. هرسمها بالجل ده من عند بلويس، باخد منه شوية كده على ايدي وبخففه بنقطة انجلوت. وده التكنيك الجديد انا بعمله في اي جل للحواجب بستخدمه، ما بستخدمهوش تقيل زي ما هو، بخففه اكتر. وممكن احط عليه كمان نقطة كونسيلر لو انا عايزة افتح الدرجة شوية. بسيله زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ارسم الحاجب من النهاية. وهخلي الحاجب يبقى طاير ومرفوع بالشكل ده، واقفل من هنا. وبعدين هبتدي امشي على الحاجب كله املاه. وانا بحب الدرجة دي علشان بتفتح لون الحواجب شوية، ومن بداية الحاجب همشي زي هير باي هير كده، امشي بس على الشعر زي ما هو مش بملة. شايفين الدرجة بتاعته حلوة ازاي؟ مش بتحتاجي بقى ماسكارا تغيري بيها لون الحاجب. كده انا رسمت الحاجب لسه ما نضفتوش. والدرجة علشان بنات كتير هتسألني عليها اسمها هازلين تلاتي، اللي هي دي من بلويس. وهسيب لكم برضو انا جايبة منين. قبل التنظيف في حاجة مهمة انا بحب اعملها، هاخد الباودر دي من عند كاركتر، وهاخد درجة تكون اغمق من اللون اللي انا رسمة بيه. هاخد الدرجة دي وابتدي امشي على نهاية الحاجب. الحركة دي انا بحب اعملها، بتبرز قوي رسمة الحاجب، اني ارسم الحاجب بدرجة فاتحة واحدد الاطراف بتاعته بدرجة اغمق. جربوها هتعجبكم قوي.
شايفين، حدد لي ورسم لي الحاجب اكتر. بعد كده هاخد كونسيلر يكون فاتح لان انا عايزة ارفع شكل الحواجب اكتر، فهنضف تحت الحواجب بلون فاتح. لو انتي مش عايزة ترفعي الحواجب ما تنضفيش بلون فاتح، اتفقنا؟ اللون الفاتح لرفع الحواجب فقط وما بقدموش لقدام. يعني هوريكم هبدأ بيه منين، من هنا. لهنا فقط عايزه تنضفي بقى في بدايه الحاجب، نضفي بلون يكون اغمق شويه. وفي بدايه الحاجب هاخد كونسيلر يكون اغمق شويه وهبتدي انضف بيه البدايه. واسحب اللون على تحت كده شويه عشان لما اجي ادمجه بالبراش ما يطلعش فوق الحواجب. بالشكل ده. وبعد كده ببتدي ادمج اللون تحت الحاجب، اسحبه على بره كده عشان يرفع لي شكل الحاجب، ولون الكونسيلر اسيبه واضح وقوي من المنطقتين دول علشان يديني الرفعه اللي انتوا شايفينها دي، وطبعا مع الميك اب بيبقى الشكل افضل. دلوقتي بقى وقت انك لو عايزه تعملي الهير باي هير، هستخدم القلم ده من عند جوفياس بليس، وزي ما قلت لكم عجبني جدا والدرجه بتاعته دي دارك براون، عشان كده هتبان حلوه قوي وهتدي 3D كده للحاجب. شايفين الهير باي هير بتفرق جدا في شكل الحاجب. بعد كده هرطب بشرتي بسيرافي، ده هتلاقوه متوفر في كل الصيدليات لوشن، انا بحبه جدا قبل الميك اب لانه خفيف وما بيسيبش افكت مزيت على البشره. بعد كده هستخدم البرايمر الروعه ده من عند كاركتر، زي ما انتم شايفين كده هو حاجه هوريكم بتعمل ايه في المسامات. شايفين الافكت بتاعه يجنن، تاخدوا منه كمية قليلة جدا مش كتيرة، ده لسه واصلني جديد بصراحة، ومن انواع البرايمر اللي عجبتني جدا جدا جدا، بس تاخدوا منه كمية قليلة قوي هيقوم بالشغل بتاعه على افضل وجه. بعد كده هاخد كونسيلر درجته تكون غامقة شوية من فيزيارت، ده درجته 7، وابتدي اظبط بيه لو اي منطقة غامقة في الوش كاكوريكت يعني. بعد كده هستخدم فاونديشن من فينتي بيوتي، الدرجة بتاعته فاتحة عليا قوي بس انا هظبطها يعني مفيش مشكلة، وانا غمقت نفسي بالكوريكتور شوية، الدرجة فاتحة كتير، انت فاتحة قوي. القوام بتاعه خفيف جدا الفاونديشن ده وما بيبقاش كيكي على البشرة، اهو اللي شكله كده شايفين شكله مائي جدا. دي التغطية بتاعت الفاونديشن، احلى حاجة فيه ان هو التغطية بتاعته من ميديم لفول، وفي نفس الوقت في زي كريم كده للبشرة يعني طري على البشرة،
وفي نفس الوقت مش تقيل ومش كيكي وبيدي افكت حلو قوي. انا مش عارفه تقدروا تجيبوه منين، بس الدرجه بتاعتي فيه 120 وحلو جدا. لما تحطيه وتخرجي بيه هتتوهمي بالدرجه بتاعت الفاونديشن، حلوه جدا جدا جدا. بعد كده هستخدم كونسيلر لوريال درجته اللي انا هستخدمها 324، وابتدي انور بالاماكن اللي انا عايزه انورها في البشره. حطوه كتنوير اكتر ما هو ككونسيلر. يعني انا عملت التغطيه بالكونسيلر الاولاني لو فيها هالات او تصبغات وكده، بعد كده بحب انور بالكونسيلر، محطش منه كميه كبيره على بشرتي، بس كده كفايه. بعد كده هستخدم الباليت بتاعت ميكا فوريفر، هبتدي اعمل بيها كونتور للبشره مش غامق قوي، يعني حاجه كده برونزر خفيف. واعمل كونتور للنوز، كده انا دمجت الكونتور ولسه هدمجه شويه كمان بالبيوتي بلندر وهثبت بالباودر بتاعه انستازيا وارجع لكم. كده خلصنا البشره، هنيجي بقى لشغل العين. اول حاجه هعملها اني يعني مشيت كده بالسبونش عشان لو في اي حاجه مخططه من الكونسيلر فوق عينيا. انا اخدت من الكونسيلر بتاع لوريال اللي استخدمته تحت العين، هو اللي اخدته تحت فوق العين، وهبتدي اخد ايشادو فاتح زي ده واثبت بيه الجفن بالكامل بتاع العين. ده من باليت ريفوليوشن، هاخد اللون ده وابتدي اثبت الجفن بتاع العين كله بالشكل ده. بعد ما ثبتت الجفن بتاع العين هبتدي شغل العين بقى، بس المرة دي هنشتغل في العيون من تحت. اول حاجة خالص هستخدم قلم الكحل ده من عند فيزيارت. معرفش انا كلمتكم عن الاقلام دي قبل كده، بس انتوا ما شفتهاش معايا في الشغل. دي من احلى الاقلام الملونة اللي ممكن تشتغلوا بيها في حياتكم، وانا لابسه له العدسه اللي فيها سنه ازرق دي النهارده علشان يبقى فيه ماتشنج كده مع بعض. هبتدي احط الكحل جوه العين. القلم كريمي جدا وثابت جدا جدا. شايفين بلمسة بسيطة بيتحط على طول جوه العين، وهبتدي انزل بيه عند خط الرموش السفلي شوية. خلينا نكبر كده شوية عشان نشوفه انا بعمل ايه. ونزلت بيه عند خط الرموش زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اسحبه من هنا كمان شوية. طلعته زي ايلاينر كده. وهاخد بقى فرشة بنسل صغيرة وابتدي ادمج اللون ده تحت العين. دمجته زي ما انتم شايفين كده تحت العين بفرشة دمج بنسل من براشيا. بعد كده هاخد الباليت دي من عند انستازيا وهبتدي اختار لون ازرق يكون زاهي شوية كده، اللي هو اللون ده، وهبتدي
ابلند اكتر تحت العين بيه، عشان يديني الظل اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده. شايفين تدرج اللون بقى عامل ازاي؟ شايفين روعة وجمال اللون وهو متدرج ومرفوع تحت العين بالشكل ده. وتقدروا تنفذوا نفس اللوك بألوانات تانية، يعني مش شرط الأزرق، تقدروا تنفذوا اللوك بأي درجات تحبوها، بنيات، ترابي، أورانجات، هيبقى حلو جدا. بس التدرج اللون الأزرق هو اللي كان شددني النهاردة. بعد كده هعمل وينج آيلاينر في أول العين. عملت الوينج ايلاينر في العيون وعملته عريض وواضح. بعد كده هاخد الدرجة دي من باليت برضو ريفوليوشن، وهبتدي بس اكسر بيها عظمة العين من هنا شوية. ظل بسيط لجفن العين بس كده، عشان يبين العظمه دي زي ما انتم شايفين كده. رجعت لكم بعد ما ركبت الرموش، الرموش اللي تجنن من بيرلز بيوتي. ده الرمش اللي انا ركبته، اسمه بورا بورا. ده شكل الرمش. وعايزه اقول لكم الرموش دي معموله مخصوص للناس اللي ما بتحبش الرمش يشوكها او يضايقها في العين. من اكتر الرموش اللي بلبسها، استحالة تشكني شك قد كده. الكواليتي بتاعتها حلوة جدا جدا، سوادها حلو. الرمش دايما مش اوفر، يعني اكتر رمش عندهم قوي، برضو ما بيبقاش شكل اوفر على الرموش. شايفين ده شكل الرموش اهي، اسمها بورا. ده بعد ما ركبت الرمش. ويلا بينا نفنش بقى البشرة. اول حاجة البرونزر، وهشتغل بالدرجة اللي اسمها هولا كراميل من الباليت دي من هولا. وبالهولا برونزر هاخد نفس الدرجة اللي انا عملتها على البشرة، شوية صغيرين ببنسل براش، وهبتدي امشي شوية تحت خط اللون الازرق من هنا، كأني بعمل نفخة للعين. شايفين غيرت في شكل اللوك ازاي؟ هاخد من بنفيت من الباليت دي البلاش ده، وهحط منه حاجة خفيفة كده. انا عايزاه لاني مش عايزة بلاش كتير في اللوك، فهو البلاش ده مناسب جدا. يدي حاجة بسيطة قوي كده. كان في حتة
جلو كده عايز يتحط هنا، وانا بحط نقطة ايلاينر. طبع مني الايلاينر في الحتة دي، فتعالوا اوريكم ازاي نقدر ننظف الايلاينر لما يعمل مننا كده. اول حاجة استني لما ينشف تماما، هو نشف اهو، هاخد سبولي وهبتدي اقشر الايلاينر ده واحدة واحدة. بخف اللون بتاعه. هو كل ده عمال يتقشر وبيخف اهو معايا. بعد كده هاخد الفرشة اللي كان عليها بقايا الفاونديشن وابتدي امسح شوية. مش هيهبب الدنيا، ما تخافوش، لانك نكشتي او شلتي الزيادة اللي ممكن تبهدل الدنيا بالسبولي. وبعد كده بالبيوتي بلندر همشي في المنطقة دي، هفضل اتاب. بعد كده هيكون اثر الفاونديشن باين بالشكل ده فوق الحاجات اللي احنا حطيناها. هحط الاول كومباكت باودر، لازم احط كومباكت باودر الاول، وياريت لو الدرجة بتاعتها اغمق شوية من درجة الفاونديشن بس. وبعد كده هاخد البروش بتاعت البرونزر وابتدي ارجع اللون تاني زي ما كان، وكمان هنحط بلاشر بس. وكده رجع ولا كأن في حاجة. اخدت هايلايتر فيزيارت درجة 5 وحطيت هنا، حطيت تحت الحاجب، حطيت في بداية مدمع العين بس من فوق، خلي بالكم مش من تحت علشان انا عاملة وينج. حطيت هنا كمان شوية، هنا حطيت على النوز، زي ما انتوا شايفين اللمعة بتاعت الهايلايتر تجنن. حددت شفايفي وهناخد لبستيك يكون نود، هاخده من عند جوفيوس بليس، الدرجة بتاعته اسمها ميتد. شايفين الدرجة عاملة ازاي؟ حلوة اوي.